السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبكم متابعينا في كل مكان. خارجين الصيد النهارده يا جماعه، لقينا اثر لتعبان الكوبرا. طبعا ما باين عليها انها كوبرا ضخمه. الكوبرا دي يمكن رابع مره نجيلها او خامس مره. طبعا يا جماعه الكوبرا دي متجهه كده الناحيه ديت، ده جور التعبان ابو السور. طبعا المنطقه فيها عدد كتير جدا من التعابين. ادي الاصيل الله يعدينا عليه. هذه يا جماعه الجره اهي اهي، طبعا دوست عليها ما خدتش بالي على الجره. الظاهر الظاهر هذا يا جماعه الاثر برضو كده متجه الاتجاه ده. طبعا المنطقة دي كده مش هيبان فيها الأثر قوي. هي الأثر الكوبرا موجود في المنطقة دي. أدي يا جماعة الأثر أهو. يعني هي كده يا جماعة دخلت العباد ومشت الناحية دي أهي. أدي الأثر يا جماعة أهو. أهو. هي كده متجهة الاتجاه ده. أيوة الجحر ده فيه جرة، هي لسه جديدة. يا جماعة الجرة علاوة الجحر، يعني هي كده إن شاء الله دخلت الجحر ده، وفي جره برضه في الجحر اللي فوق، فهي احتمال ان شاء الله هتكون في كام جحر دول. خلي بالك بس من نفسك، ربنا يستر عليك. يا رب. اهم شيء ان احنا عايزين ربنا يستر عليك بس. يا رب. هذا كشفت ولا فكره؟ هذا كشفت؟ لا سيبه سيبه. يا جماعه الفيران عاملين كميه جحور كتير جدا في المنطقه، لازم ان احنا نحفر المنطقه دي كلها.
تعالى من قدام من هنا الاول. متكلمش. هذا الحمد لله يا جماعه الكوبرا ظهرت معانا هنا مره ثانيه. هتروح نقعد كده بص الشمال. هذا عمل كبر اهي. طبعا الحمد لله كانت هتهرب للجحر الثاني. طبعا مع اكتر كوبرا تعبتنا دخلت المصرف، ما كانش ليها اي اثر ان هي داخله المصرف، وخلاص احنا كنا بدانا ان احنا نزهق وهنمشي. خفش خفش خفش. تعالى نهري تعالى نهري. شوفوا يا جماعه خرمت البنطلون، بس الحمد لله ما لحقتش رجلي. لا حول ولا قوه الا بالله. هات المسك يا احمد، هات المسك يا احمد. تمسك بسرعة. اسلم اسلم اسلم.